السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا استخاره بالقران الكريم بتاريخ 31 يوليو 2022، النهارده اخر يوم في الشهر. اتمنى لكم كل ما هو جميل، ويا رب القراءه تعجبكم وتنول مرادكم. صلوا على الحبيب. مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه البيضاء، مجموعه رقم 2 اصحاب الشمعه الزرقاء. طيب، مجموعه رقم 1 حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الساء، حرف الجيم، الحاء والخاء والدال والزال والراء والزين والسين والشين والصاد والضاد. مجموعة رقم 2 حرف الطه والظه والعين والغين والفاء والقاف كاف لام ميم نون ه واو ياء. هنركن مجموعة رقم 2 على جنب ونشوف دلوقتي استخارتنا المجموعة رقم 1 اللي هم اصحاب الشمعة البيضاء. انزلوا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل ونشوف استخارتنا هتقول لنا ايه الفترة اللي جاية، ونقول بسم الله. سورة طه، مجموعة رقم 1 طلعت لكم سورة طه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، جواز وهيكمل على خير بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انتوا الفترة دي هتزودوا من ثقتكم في نفسكم بشكل كبير، واحتمال كبير جدا لإما هيكون عندكم لو انتوا مستنيين سفر فهو هيكون سفر، لو انتوا مستنيين خير ومستنيين زواج أو شريك حياة كل واحد ينطبق عليه الحاجة اللي هو مستنيها. عزة نفسكم دايما، يعني ما عزة نفسكم، الكرامة بتاعتكم، روح، يعني عندكم حاجات كتيرة جدا حلوة ما شاء الله عليكم. انتوا هنا عزة النفس دي رهيبة، بتلوموا نفسكم وبتقطع فيكم زي السكاكين. لو انتوا ممكن تكونوا محتاجين حاجة من حد بس عمركم ما بتطلبوا خالص، ما بتحبوش ان انتوا اصلا يعني تتكلموا عن نفسكم بمعنى اصح. مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا بتتعاملوا مع الاخرين بحب واخلاص، وده اكبر غلط. ده الغلط بنفسه، ان انتوا بتتعاملوا مع الاخرين بحب. دايما اقول ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، لازم تتعاملوا بطاقة ايجابية. يعني بلاش ان انتوا كل حاجة تحكوها، انتوا فضوليين جدا، بتحبوا تحكوا وتتكلموا، بتحبوا تفضفضوا، بتحبوا تتكلموا تشاركوا رأيكم مع الاخرين، بس انتوا ما تعرفوش الاخرانيين عايزين منكم ايه. حد عايز يطلب منكم السماح بس انتوا رافضين، والحد ده انتوا بتفكروا فيه. يعني هو ممكن يكون بعت لكم مراسيل او ناوي يبعت لكم مراسيل، بس انتوا مش هتسامحوه ابدا، وهتقولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل، ولو الجنه واقفه علينا عشان تدخلها احنا مش هنسامحك. ليه بقى؟ لاما الشخص ده كان السبب الرئيسي في اللي انتوا بتعانوا منه حاليا، لاما السبب الرئيسي الشخص ده اخد اموالكم وضحك عليكم. كمان انتوا هنا يعني في حاجة عملتوها وندمتوا عليها، ندمتوا، ممكن تكون ندمتوا على المكان، على الوقت اللي ضاع في المكان الغلط، او الوقت اللي ضاع على ناس ما تستاهلش، الله اعلم. بس فعلا عندكم طاقة ندم ورهيبة، وقلتوا دايما برضو بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كانوا سبب في حزني. بس اقدر ابشركم ان شاء الله باذن الله، لو انتوا عندكم طفل تعبان فربنا هيشفيه، لو انتوا مستنيين حمل فانتوا عندكم تنطيط لطفل مولود صغير، او البعض منكم هيقعد في قاعدة وهيبقى فيها اطفال وهيكون مبسوط جدا بيهم وهيفضل يشيل فيهم وينطط فيهم، علشان انتوا معروفين ان انتوا بتحبوا الاطفال جدا. الحزن العميق اللي جوه القلب ومسبب لكم النغزات والضربات السريعة دي انصحكم ان انتوا تتخلصوا منها. في قعدة حلوة مع بعض الاصدقاء، هتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، لو بتشربوا قهوة فهتشربوا مشروبكم المفضل اذا كان قهوة، او اذا كانت الحاجة اللي انتوا بتحبوها، هتقعدوا قعدة جميلة. كمان الفترة دي ابشركم ان انتوا نازلين تشتروا حاجات جديدة، والحاجات الجديدة اللي انتوا تشتروها دي هتديكم طاقة ايجابية وهتديكم كده احساس مختلف. ممكن تكونوا انتوا في الجامعة، او انتوا بتدرسوا، او انتوا عندكم شغل خارج البيت، عندكم حد معجب بيكم جدا وهو ما بيقدرش يستغنى عنكم خالص،
يعني في حد فعلا ما يقدرش يستغنى عنكم وبيحبكم بطريقة لدرجة ان انتوا مش هتقدروا تستحملوها من كتر ما هو بيحبكم، بس انتوا مش شايفينه، او بمعنى اصح مش مدينه اهتمام، مش مدينه كده حتى يعني نظرة كويسة. ممكن تكونوا انتوا عشان اتخذلتوا، او بمعنى اصح قافلين من حياتكم الطريق ده، فانتوا لازم تدوا فرصة اللي قدامكم. الشخص ده فعلا او الشخصية دي او الحد اللي بيحبكم قوي ده هيريحكم وهيخلي قلبك كده فيه طبطبة. انت زي ما قلت لكم يعني انتي او انت انتوا محتاجين الحنان، محتاجين الحب، محتاجين حد يقف معاكم ويساعدكم. دايما بتوزعوا ورود، بتوزعوا حب لكل الناس، بتوزعوا كده يعني بتحبوا تفرحوا كل الاشخاص اللي عندكم، بتحبوا ان انتوا تخلوا كل الناس اللي حواليكم مبسوطين، بس انتوا مين بينبسطكم؟ فانتوا لازم برضو تدوروا على الحاجة اللي بتريحكم، وان شاء الله باذن الله ربنا هيثبت جوه قلبك الفرح وهيجعل لك في كل خطوة سلامة. بس انتوا لازم تخلوا بالكم على نفسكم الفترة دي. ليه؟ علشان الفترة اللي جاية هتكون فترة مريحة ليكم انتوا شخصيا، وهتكون فترة مميزة، وساعتها ربنا هيطفي النار اللي جوه قلبك بسبب الآخرين، بسبب الناس اللي عمالة تعدي عليكم وتأذي فيكم. فانتوا هيكون عندكم تثبيت خطاوي جديدة الفترة اللي جاية، وان شاء الله بإذن الله هتلاقوا طاقة حلوة، هتلاقوا أخبار حلوة، هتلاقي كده أمور انتوا هيبقى فيها انعكاس لكذا حاجة من حياتكم. في حد حاطط نقره من نقركم، يعني عندكم حد، الحد ده يعني بيعاند فيكم، لا اما مش لا لو لا اما بيعاند فيكم، لا اما دايما حاطط اللي انتوا بتعملوه هو بيعمله، او اللي انت يعني مثلا ممكن يكون انتوا متجوزين وعندكم سلايف، فالسلايف دي بتعاند معاكم، عندكم ست كبيره والست الكبيره دي حاطه عينها يعني راسها من راسكم، إيه لا ما تعملوش كده، بتتحكم فيكم، وانتوا طبعا معروف ان انتوا الكلام ده ما بتحبوش، ما بتحبوش الطاقة السلبية خالص. فدايما اقول ان الفترة دي بسبب اللي انتم في شوية امور معاكسة معاكم، فلازم تاخدوا راحتكم في النوم، ولازم تهتموا بنفسكم شوية. قلة النوم مع التفكير الزايد عامل لكم ارهاق في الجسم، ومن وقت للتاني بتحسوا ان انتوا هبطانين ومش قادرين تاخدوا نفسكم، لدرجة ان انتوا بتجيلكم دوخة وبتسندوا على الحيط فورا، بتحسوا ان انتوا في حاجة غلط. فياريت تحسنوا من حالتكم النفسية، ومش دايما اقول تظهروا بالقوة، لا اظهروا كده ان انتوا عادي والحمد لله، ولا تظهروا ان انتوا تعبانين خالص، ولا تظهروا ان انتوا اقوياء ومفيش حد زيكم. ليه بقى؟ علشان العين اللي مقصرة عليكم تنزل شوية من عليكم. كمان عايزة اقول ان انتوا بالكم مشغول شوية بموضوع، في موضوع او موضوعين شاغل بالكم او شاغلين بالكم، في واحد منهم انت مستني له حل او انت مستنيه له حل، والتاني المشغول التاني الموضوع اللي شاغل بالكم شخص، في شخص غايب عنكم او شخص بعيد عنكم فعلا شاغل بالكم بطريقة كبيرة جدا، وانتوا مش عاجبكم او يعني حيرانين، في امور عندكم نقص عايزة تكمل، او انتوا هنا عندكم خطوبة هتكمل على خير، او زواج، او حمل، في اكتمال امر لحياتكم من بعد الصراع اللي انتوا عشتوه الفترة دي، في كمان نجاح، النجاح ده هتلاقوا نفسكم فيه بشكل كبير جدا، انتوا باصين او ناظرين للحياة اللي قدامكم بشكل مختلف، يعني انتوا باصين كده للفترة اللي جاية دي بحاجات يعني بطاقة جديدة، طاقة معينة. الحسد مسبب لكم صداع، فلوس مبخرة، وده 90% من شدة الحسد، فلازم لا اما تطلعوا حاجة لله بسبب المال اللي بيدخل لكم، لا اما تحصنوا نفسكم. معروف كمان عندكم ان انتوا شخصية قوية جدا، وعندكم يعني بتتكسفوا جدا، وعشان كده هيكون في قعدة، والقعدة دي هتكون حلوة شوية، وهيدخل حد، وممكن في القعدة دي الحد ده اللي تتعرفوا عليه اللي قلت لكم ممكن يغير حياتكم، وانتوا هتكونوا كده عندكم خجول ومكسوفين، بس الطاقة هتكون ايجابية وهيكونوا مبسوطين جدا. انتوا دايما عندكم حكمة في العقل، لو كنتوا انتوا رجال شخص يعني
فانت مميز جدا ان انت بتفضل ساكت 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 وما بتطلعش غير الكلمة اللي بتكون عارفة رايحة فين. دايما بيقولوا عليكم ان انتوا باردين، بس انتوا مش كده، انتوا ممكن يكون جوه قلبكم بركان من النار وعيونكم بتطق شرار، بس هادين، عندكم هدوء اعصاب في وقت العصبية، بس خلاص لما بيفيض بيكم انتوا ما بتلاقوش حد قدامكم، معروفين عنكم كده من زمان قوي، فعشان كده دايما بتظهروا ان انتوا ثابتين وهاديين. فحاولوا ما يعني حاولوا ما تخلوش اي حد يستفزكم، علشان انتوا الفترة دي مستحملين من الناس اللي بتقعدوا معاهم فوق التحمل. وزي ما قلت ان انتوا عندكم طاقة في شخص، يعني انتوا في شخص واثقين فيه ومش متخيلين ابدا ان الشخص ده يغزلكم او الشخص ده يحصل منه ردة فعل وحشة. فطول ما انتوا كده الشخص ده بالنسبة لكم طاقة ايجابية، فياريت تبعدوا عن اي حاجة مؤثرة عليكم. كمان البعض منكم في فلوس هيمسكوها في ايدكم، الفلوس اللي انتوا هتمسكوها دي هيكون عندكم حلول حلوة، والبعض منكم هيسد ديون، حسابات قديمة هتتفتح فهتسدوا اللي عليكم. كمان هتحاولوا ان انتوا يبقى في استرجاع لحقكم، وهيبقى في بشرة، البشرة دي انا قلت عليها ان انتوا عمالين تسعوا من اجلها، ليل ونهار تفكروا، ليل ونهار بتشتغلوا، ليل ونهار عايزين، ليل ونهار بتعملوا علشان توصلوا للبشرة دي، والبشرة دي هتكون طاقة ايجابية حاليا للوضع اللي انتوا فيه. طاقتكم الإيجابية دي هتخليكم تطلعوا للأفضل، أو هتخليكم توصلوا لحاجة جديدة طال انتظارها. ليه؟ علشان انتوا عندكم ربط أحداث شديد الفترة دي بإذن الله. بس ما تهملوش الصحة، ودي أهم حاجة، انتوا في مرحلة الوصول للهدف. أي نعم حاسين بملل شوية، حاسين انتوا عايزين تغيروا الطاقة بتاعتكم او تطلعوا من البيت تعملوا حاجة جديدة، بس اقول لكم تاني ان انتوا على وشك ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، فمتخلوش اي حاجة تسيطر عليكم، علشان الطاقة السلبية لو اتحكمت فيكم انتوا لنفسيتكم بتتعب، وانتوا فعلا ما بتحبوش الطاقة السلبية تتحكم فيكم. من كتر اللي انتوا شفتوه في الحياة بدأتوا تدوا الناس نصايح، بدأتوا ان انتوا تتكلموا بنصايح، يا جماعة ما تعملوش كده علشان انا جربت وما فيش اي حاجة حصلت لي من اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، بس محدش بيسمع الكلام. عندكم تلات تعابين، تلات تعابين، انتوا خلوا بالكم التلات تعابين دول انتوا موتتوا منهم اتنين، فاضل لكم واحد. التلات تعابين دول من يعني من الناس اللي هم انتوا تعرفوهم، او انتوا تعرفوا حد ومن تبعه، فناس انتوا عارفينهم. التلات تعابين دول بيتبدلوا لبشر في وقت من وقت للتاني، بس انتوا بفضل ربنا وبكرم ربنا عليكم خرجتوا اتنين من حياتكم وطردتوهم بره، وحاليا انتوا فاضل لكم واحد. طيب التعبان ده منين؟ التعبان ده عامل مقرب ليكم وعامل حبيب وصديق، فياريت تخلوا بالكم وتحذروا من اي طاقة مؤثرة عليكم، وتحاولوا دايما تستحلوا بالهدوء. في حاجة انتوا عايزين توصلوا لها ولحد الان، او في حد عايز يوصل لكم ودايما غيران منكم، الحد اللي غيران منكم ده مستني بقدر المستطاع ان هو يمسك اي حاجة عليكم. طيب اقول لكم ان انتوا تستحقوا ان انتوا توصلوا، وبإذن الله هتوصلوا، بس في فرق بينكم وبين حد، يعني ممكن تكونوا انتوا معجبين بحد، او في طاقة مع حد، او في ارتباط مع حد، اختلاف سن، اختلاف جنسية، اختلاف حاجة معينة، بس في اختلاف بينكم وبين حد. اي نعم انتوا بتعملوا اللي عليكم، بس الاختلاف ده تعبكم وبياكل في قلبكم، او انتوا بتحسوا ان انتوا في يعني بتحسوا ان انتوا مختلفين عن حد. انتوا فعلا بتحاولوا بقدر المستطاع يعني الفترة دي ما تفضفضوش او ما تعملوش حاجة مع حد، علشان فعلا بتكتشفوا ان الفضفضة والكلام اللي بيطلع مع الناس اللي ما يستاهلوش دي بيتعبكم انتوا، وهم بيتظاهروا دايما ان هم عايزين يسمعوا منكم علشان خاطر يعني يسمعوا منكم بالطاقة ويسحبوا منكم الكلام، وفي الاخر بيطلعوا يقولوا عليكم اي حاجة تانية.
انتوا هنا عندكم حاجة بايظة عايزين تصلحوها، او يعني لا اما انتوا طول الوقت تليفونكم صامت، لا اما طول الوقت انتوا يعني مش عايزين تتكلموا في التليفون، لا اما في مشكلة عندكم، في حاجة بايظة في البيت عايزين تصلحوها، التليفون بتاعكم عايزين تجددوا، في حاجة الله اعلم عايزين تغيروه. الفترة دي في امور عندكم بتتحاولوا ان انتوا تستحلوا بيها. كمان الفترة دي لو انتوا عصبيين، القولون بتاعكم عصبي جدا، وتساقط الشعر والوجع اللي ما بين الرجلين او الوجع اللي في الكتف ده رهيب جدا بسبب الضغوط النفسية، وسبب ان انتوا متحملين بصراحة حاجات محدش يستحملها. طيب كمان اقدر اقول لكم ان انتوا البعض منكم عايز يروح زيارة للدكتور بسبب الاسنان، ممكن تكون الليستة بتاعتكم منتهبة او اسنانكم وجعاكم فيهم وجع عايزين تكشفوا الله اعلم. في شخص اكرمتوه على نفسكم وفجأة اختفى من حياتكم، يعني شخص كده فجأة فعلا اختفى وانتم مش عارفين ايه ده، هو راح فين، عمالين تتواصلوا مع الناس اللي كنتوا عايزين تتواصلوا معاهم، او بمعنى اصح تتواصلوا عن اللي حواليهم، برضو مفيش بينكم ما بين حد، مش عارفين توصلوا له. في بلوك بقاله مدة معمول هيتفك بشكل كبير جدا وبشكل سريع، هيتفك ومش هيحصل كلام، بس هيتفك وبعد شوية هيبدأ يحصل الكلام، بطريقة بقى ان انا بعت رسالة غلط، بطريقة ان انت ان في حد بعت رسالة غلط، بطريقة انه في حاجة هتحصل كده، يعني ايه اللي هو هتبدأ الكلام من جديد بس واحدة واحدة، مش هيبدأ مباشر. بس البلوك ما تقلقوش ان هو هيتفك، والبعض منكم بيقول احنا مش عايزين البلوك هيتفك، انتوا اصلا مبيبقوش فارق معاكم، بس بلاش تلوموا نفسكم على الماضي اللي انتوا عشتوه، انتوا مالكمش ذنب في الماضي اللي انتوا عشتوه، الماضي ده كان من عند ربنا، ومن وقت للتاني ما تدخلوش في العزلة، ما تدخلوش ان انتوا وحدكم، ما تبعدوش عن الناس، حتى لو الناس منافقة حاولوا ان انتوا تتعاملوا، بس انتوا تغيروا من الوضع بتاعكم. بس ارجع واقول ما تدخلوش نفسكم في وحدة ولا في طاقة سلبية ولا ان انتوا تعزلوا عن البشر، لا، طول ما انتوا بتتكلموا طول ما انتوا بتخرجوا عمر الطاقة السلبية ما هتتحكم فيكم، وحاولوا دايما ان انتوا تستحلوا بالصبر وبالهدوء، وترددوا الكلمة او الحاجة اللي دايما لما بتحسوا ان صبركم خلص اول ما بتقولوها بتحس ان انتوا هديتوا في ذكر معين، انتوا بتقولوه بتحسوا كده ان انتوا خلاص خدتوا نفسكم وارتحتوا بعد ما قلتوه، فده يديني بقول لكم علشان لو حصلت اي حاجة ما تزعلوش من ردة فعل نفسكم، عشان انتوا في وضع عصبي وفي وضع الغضب لما خلاص بيجيب اخره معاكم، بيسيطر عليكم، بتخليكم اللي قدامكم ما بتعرفوش تتعاملوا معاه ازاي. وديني بشرتكم ان انتوا لازم تطلعوا من اي طاقة مقصرة، طموحاتكم العالية وتحقيق الهدف انتوا خلاص على الوصول ليه، وهدفكم حلو وطاقتكم ايجابية، والدعم اللي عندكم هيكون خير بإذن الله وطاقة تانية خالص، والألم اللي بيظهر لكم في ظهركم انتوا ما عندكمش حاجة، بس الألم ده بيظهر من قلة النوم والإرهاق اللي طول الوقت عمال الإرهاق، ان انتوا ممكن تكونوا انتوا بتحبوش قعدة البيت ودي معروفين، من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم، او من اللي انتوا بتشتغلوا اكتر من شغلانة، الوجع ده بدأ ايه يظهر على جسمكم، يظهر بمعنى صح على اللي انتوا فيه. كمان عندكم الحاسة السادسة رهيبة جدا، رهيبة بشكل مختلف، مجرد ما بتبصوا للبني ادم اللي قدامكم بتسحبوا كل اللي عايز يعمله، بتسحبوا منه كل اللي هو بيفكر فيه، فعشان كده ما تدوش حد اكبر من حجمه في حياتكم. انتوا عندكم زي ما قلت لكم اختبار في شخصين، او مقارنة بينكم ما بين اتنين، اختبارين الله اعلم، بس في حاجة عندكم بين اتنين، فما تظلموش نفسكم باللي انتوا فيه حاليا، وحاولوا ان انتوا تستقروا بحياتكم اللي جايه علشان فيها استقرار، وشوفوا انتوا عايزين ايه، والحاجه اللي انتوا عايزينها هتلاقوا باذن الله ربنا بيبشركم بيها، هترجعوا تهتموا بنفسكم، هتشوفوا حياتكم ماشيه ازاي، وان شاء الله باذن الله الحاجه اللي انتوا مستنيينها خلاص هيبقى فيها امور تجديد ليكم، وهيبقى فيها امور استقرار، والفرحة بتاعتكم إن شاء الله بفضل ربنا هتكمل على خير، وهتكونوا مبسوطين جدا.
من بعد الزعل اللي عندكم ده، او انتوا زعلانين ان انتوا اتظلمتوا، ربنا باذن الله في الوقت المناسب هيطبطب على قلبكم، والطبطبه دي هتكون من عند فوق. النفسيه عندكم ممكن تكون اليومين دول تحت الصفر شويه، لان مفيش حاجه بتحبوها بتعملوها، تفكير زي ما قلت زايد، حابين العزله، حابين الوحده، حابين ان انتوا ما تتكلموش مع حد، ما حابينش ان انتوا تقعدوا حتى مع حد. لكن ربنا هيكبر بخاطركم وهيبعد ناس سلبيه عنكم. الناس السلبيه دي كانت سبب في قفلان الباب بتاعكم اللي انتوا دقيتوه كتير. ربنا قريب جدا هيفتح لكم الباب ده وهيبشركم وهيدخلكم فيه مبسوطين، لان انتوا فعلا بتبانوا اقوى حاجه عندكم، لكن انتوا جوه قلبكم حاجه تانيه خالص. انتوا بتقولوا ان احنا ما عندناش ان القابليه حاليا ان احنا نتاقلم مع ناس جديده، عايزين نبعد، عايزين نمشي، لكن باذن الله باذن الله ربنا هيكون كريم عليكم. بفضل ربنا سبحانه وتعالى انتوا هتاخدوا قرارات جديده. كمان البعض منكم الفتره دي ما بقاش يعاتب، ما بقاش يهتم، ما بقاش يتكلم، بقى يبعد، بقى يهرب، بقى يمشي، ما بقاش زي الاول. ليه؟ علشان انتوا بتقولوا احنا كنا كويسين، خدنا ايه من الطيبه؟ بالعكس، هي الطيبه اللي اذتنا الايام دي وهي اللي وجعت قلبنا. عندكم حد من الصحاب بتحبوا تقعدوا معاه جدا، بيديكم طاقة إيجابية، أو بمعنى صح بيفضل يضحك فيكم، بيفضل يهزر معاكم، بتحسوا قد إيه إن الشخص ده يمكن هو الشخص اللي كويس في حياتكم، أو الشخص اللي بيهون الهم بتاعكم، لأن أنتوا شايلين هم كبير جدا. وزي ما قلت الحسد الشديد مؤثر على كل حاجة في حياتكم، مخليكم فرحتكم ما بتكملش، وبيخلي دايما الحاجة قبل ما تفكروا فيها ما بتحصلش. البعض منكم عنده زيارة للدكتور، ممكن دكتور اسنان، ممكن دكتور امور، الله اعلم، بس هيكون في زيارة للطبيب الفترة دي، لان في حاجة بتوجعكم وانتم عايزين تطمنوا عليها. في كمان عزومة حلوة، العزومة الحلوة دي هتبقى فيها بعض الاصدقاء ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا جدا جدا، هتكون خارج البيت وهتبقوا فيها قعدة لطيفة، وهترجعوا بطاقة جديدة، والطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم على جميع الأصعد بتاعتكم دي هتلموها ورا ظهركم، لأن ربنا كاتب لكم حاجة حلوة. أكتر حاجة تفكيركم الفترة دي في الحالة الماديات، الماديات عندكم تحت الصفر، فبالتالي انتوا بتفكروا في أي حاجة تزود الدخليات بتاعتكم. في ناس انتوا مش عارفين إذا كانت هي بتحبكم ولا بتكرهكم، مش عارفين ايه نظامها، لكن انتوا هتاخدوا قرار حاسم. كمان البعض منكم هنا عنده مسؤوليات بتزيد او الفترة دي فوق الطاقة بتاعتكم، وانتوا مش قادرين تستحملوا كده، لكن خبر الانجاب اللي هيكون عندكم ده هيكون باذن الله من بعد امور كتيرة جدا كانت في حياتكم، او من بعد طاقات في حياتكم، من بعد امور الله اعلم. فما تزعلوش خالص على اللي في حياتكم، لكن انتوا على قد ما فقدتوا او على قد ما اتظلمتوا هيبقى في استقرار. كمان انتوا مراقبين جدا من راجل ومعاه واحده ست، او الست والراجل دول متراقبين منهم جدا. الاثنين دول من القرايب بتاعتكم، انتوا عارفينهم كويس جدا، دول كلهم شر، انتوا بتتعاملوا معاهم بطيبه وبتتعاملوا معاهم بحب، لكن عايزاكم تحذروا منهم، لان طموحاتكم اللي انتوا بتسعوا لتحققوها والطاقه السلبيه اللي انتوا عايزين تطردوها هم بيحاولوا يجددوها لك او يجددوها لك، فانت خدي بالك من نفسك. كمان في صداقه هتتحول لعلاقه حب، او صداقه هتتحول لاشد، الله اعلم، في امور عندكم هتتحول تحويل جذري، لكن هيكون في تعديل. طيب البعض منكم بيحب يشرب القهوة، البعض منكم بيحب ان هو يقعد مع نفسه كده على البحر، يعمل حاجة جديدة، يشوف حاجة جديدة، بتحبوا دايما تدوا نفسكم طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية اللي عندكم دي مفتوحة مش مقفولة، لكن الوضع بتاعكم اللي في حيرة هو اللي بيخليكم ترجعوا لورا، فخلوا بالكم من اي حاجة او من اي اذى ضغطكم، مأثر عليكم، وجعكم في جسم، في ضغوط على جميع الاوضاع. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هيكون عندكم خطوبه هتتم على خير، او فرحه هيبقى فيها استقرار، او امور مستجده هيبقى فيها انطلاقه جديده، في دعم حلو جدا على اوضاعكم، في تغيرات حلوه على جميع الاوضاع ليكم انتوا عندكم امور حاطينها قدامكم وعايزين توصلوا لها. ممكن يكون هدف، ممكن يكون طاقه، الله اعلم، لكن انتوا حرفيا
هيكون عندكم طاقة حلوة، والطاقة الحلوة دي ممكن تكون تغيير عتبة، لأن انتوا تعبانين في العتبة بتاعتكم اللي انتوا فيها، أو تعبانين في أرض البيت اللي انتوا فيه حاليا، فعايزين تمشوا وعايزين تستقروا. كده نكون خلصنا مجموعة رقم واحد، كانت طالعة لكم صورة طه ووراها صورة الأنبياء، ودلوقتي هنشوف مجموعة رقم اتنين، ويا رب تكون طاقة إيجابية وتكون فرج على حياتكم الفترة اللي جاية. نقول بسم الله، ودي مجموعة رقم اتنين وصحاب الشمعة الزرقاء، ونشوف دلوقتي استخارتكم هتقول لكم ايه. بسم الله، صورة الإسراء، صورة الإسراء، يعني انتوا عندكم صورة الإسراء الفترة دي مجموعة رقم اتنين. هقول لك ان انت هنا عندك نصرة على اتنين من الاعداء، اتنين من الاعداء طال الانتظار ان انت تاخد حقك منهم، وشايفه لك كمان ان انت هتتخلص منهم بشكل كبير جدا وبشكل سريع. اي نعم هم بيحاربوا فيك او بيطعنوا فيك، بس انت هتكون متألق وهتكون احسن منهم، وهتدي نفسك طاقة ايجابية، وهتكون مصدر لنفسك ان انت تحقق اعلى نجاح الفترة اللي جاية. عندك مكافأة حلوة انت على وصولها. كمان انت هنا بتعاني من شوية تعب في الصحة، فلازم تتخلص من اي مشكلة تخص الصحة بتاعتك، وتحاول بقدر المستطاع ان انت ترتاح نفسيا. انت هنا كمان عاوز توصل لشخص، في شخص انت عايز توصل له وعايز تكلمه، في شخص معين انت حطه في بالك عايز توصل له، في تواصل عندك، وهتبدأ علاقة صداقة بينك وبينك وبينك وما بين حد، بينك وما بين حد، في علاقة صداقة هتكون بداية لحب جديد، أو في عودة للمنفصلين، في يعني تجديد في علاقتكم العاطفية. كمان البعض منكم هنا مستني عودة غايب بقاله مدة، بقاله شهور طويلة، مستني قعدة عتاب، قعدة كلام بينكم وبين حد. كمان انتوا هنا هتتجاوزوا الامور الصعبة اللي عندكم، او الامور اللي عاملة لكم مشاكل. في واحدة ست بتتابع كل اخباركم بغرض ان هي تأذيكم وتحقد عليكم. البعض منكم كمان عنده ورقة هتغير حياته بشكل كبير، الورقة دي هتبقى ليكم انتوا حاجة جديدة. وزي ما قلت ان الرزق اللي عندكم ممكن تسدوا بيه بعض الديون اللي عليكم، ممكن يكون تسدوا حاجة متراكمة عليكم في بعض الأوقات، في بعض الأمور، في تجديد عندكم في أكتر من حاجة. ممكن تستلموا ورقة بخصوص الحكومة، الورقة دي هتخلصوا شهادة، تخلصوا مهنة، تخلصوا حاجات. طيب أقدر أقول إن انتوا هنا في شخص بيستغل فيكم، وعمال يستغل فيكم لخصوص مصلحته، او بخصوص يعني بخصوصه هو. في كمان شخص داخل حياتكم، الشخص ده انتوا مستحيل تستغنوا عنه، او مش قادرين تستغنوا عنه، انتوا بتحبوه جدا، مهووسين بحبه جدا، في حب متبادل ما بينكم، الله اعلم، بس انتوا فعلا ما بتقدروش تستغنوا عنه خالص الشخص ده، لان انتوا بتحبوه قوي. طيب في موضوع، والموضوع ده مسبب لكم شوية قلق، مسبب لكم شوية طاقة كده، انتم مش عارفين في ايه او ايه اللي بيحصل معاكم. في تغيرات بدأت تحصل لكم في العمل او في حياتكم، حاولوا بقدر المستطاع ان انتم تتجاهلوا اي حاجة ممكن تحصل لكم تحسوها تديكم امر سلبي. الامور بتتحرك اتجاهكم انتم، ففي حاجات جديدة هتحصل هتخليكم تغيروا حتى الأفكار السلبية. البعض منكم عنده زعل جوه قلبه، بيحاول إن هو دايما يظهر ويبين إن هو أقوى، مش يعني أقوى من الناس كلها، دايما بيحاول يرسم الابتسامة على وشه، بس هو مغزول من ناس كتيرة جدا. في حاجات هتعدي على خير، بس ما تقلقوش. في طرف تالت بيحاول يأذي علاقتكم العاطفية بالشريك، بس بإذن الله هيفشل ومش هينجح في الحاجة دي. انتوا هتقووا علاقتكم بالشريك الفترة اللي جاية بطاقة جديدة على حياتكم، حستكم القوية وقلبكم الدليل ده بيخليكم تكتشفوا كل الناس اللي في حياتكم، وبيخليكم تعرفوا مين المنافق ومين الكذاب، وعشان كده هيكون عندكم طاقة إيجابية.
كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هيكون وشكم وش سعد على ناس حواليكم، وكمان هيقولوا لكم في وشكم كده بسبب دخلتكم علينا حصل رزق، حصل حاجة ما كناش متوقعينها، هتحصل تجديد عندكم في اكتر من حاجة. كمان انتوا محسودين حسد شديد في العمل، في حياتكم في حسد شديد عندكم، وعشان كده بتعانوا من بعض الامور في التقلب المزاج، بتعانوا من توتر، من حيرة، من ضغوط نفسية. ان شاء الله انتوا الفترة دي هتقربوا من ربنا بقدر المستطاع، لان انتوا في مرحلة صعبة بتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها باي شكل، وعشان كده هيكون عندكم تغيرات حلوة. كمان في يعني المرحلة الصعبة دي ممكن تكون مرحلة حزن، مرحلة بتخليكم كده مش حاسين بالراحة ولا الأمان، رغم ان انتوا يعني بعد أيام معدودة هيبقى عندكم شعور بالراحة، وان انتوا هتحسوا ان انتوا مطمنين جدا من بعد المكالمة اللي في طريقكم، او من بعد الحاجة اللي هتجددوها في حياتكم. واقدر اقول ان انتوا الخاتم اللي عندكم بيبشركم بالخير او بالطاقة الإيجابية من ناحية العاطفة. في سر جواكم انتوا مش راضيين تحكوا لحد، والسر ده كاتمينه، ومن خلال السر ده انتوا هتكتشفوا حاجات جديدة، وفي تحسين ايجابي عندكم، في حل للمشكلة اللي حاصلة معاكم بشكل كبير جدا، والاضواء هتلعب دور ايجابي في حياتكم. بس حاولوا بقدر المستطاع تهتموا بصحتكم شوية، يعني ان انتوا ايه تدوا صحتكم شوية اهتمام، شوية راحة، اطمنوا شوية علشان احلامكم مزعجة اليومين دول. في واحدة فاتحة بقها عليكم عايزة تطعنكم او عايزة تأذيكم بقدر المستطاع، بس انتوا مش هتسكتوا لها. طيب مين الشخص اللي من اهلكم محتاج اهتمام الفترة دي؟ محتاج حد يقف جنبه، محتاج ان هو حد يطبطب عليه. وانتوا كاشخاص محتاجين تعدوا الفتره دي بقدر المستطاع، علشان الفتره دي انتوا متضايقين قوي، حاسين بالاكتئاب السلبي اللي مأثر عليكم. في فتح باب جديد ليكم، الباب ده انتوا هتستفادوا منه علشان هيكتمل القمر عندكم، وده بيدل ان انتوا هتحققوا حلم، وهيكون عندكم توقيع ورقه بالخير باذن الله. ليه دايما الخوف والتردد مسيطر عليكم في كل افكاركم؟ في كل حاجة الخوف والتردد مسيطر عليكم، يعني انتوا كل ما بتقولوا خلاص احنا قربنا نوصل للهدف بترجعوا شوية، وبتكونوا يعني ممكن يكون انتوا ما عندكمش بعض الجراءة، او في حاجة خايفين منها مأثرة على علاقتكم بنفسكم، الله اعلم. بس في انتصار قريب منكم، وزي ما قلت لكم حل مشكلة، بس في حد واقف معاكم هينسحب فجأة، بس بإذن الله الأمر هيتحل من عند ربنا. في حد انتوا بترتاحوا له جدا وبتحبوا تتكلموا معاه، بتحسوا ان هو بيديكم طاقة إيجابية، بيديكم دفعة للقدام. اقدر اقول كمان انتوا هنا بتستعيدوا، او حان الوقت ان انتوا تستعيدوا، ان انتوا تقدروا تبتعدوا او تبعدوا عن اي حزن او ذكريات او مشاكل في الماضي، وبتحاولوا ان انتوا تركزوا في المستقبل بقدر المستطاع. ليه؟ علشان التركيز في المستقبل باين قوي على وشكم، باين جدا عليكم، علشان انتوا عايزين تطلعوا من اي حاجة تأثر على حياتكم، وانتوا مريتوا بأزمة وعايزين ترتاحوا، مريتوا بخزلان من ناس كتيرة جدا، عايزين بقدر المستطاع ان انتوا تشوفوا الحياة ايه، يعني تشوفوا الحياة بشكل مختلف، تشوفوا ايه انتوا عايزين تعملوا، ايه عايزين تجددوا، ايه اللي عايزين تحلوه، تشوفوا كده يعني تغيروا من نفسكم، تغيروا من افكاركم، من حاجات كتيرة جدا عندكم. البعض منكم عنده صفقة، والصفقة دي حلوة قوي، هتدخله في طاقة ايجابية، هتخليه يدخل في طاقة معينة وهيفرح قوي، او بمعنى اصح هتفرحوا قوي، علشان انتوا مستعدين هنا لتطوير ايجابي، اعلنتوا حربكم على نفسكم. فكمان الفترة دي هيكون في فرصة حد هيقدمها لكم، والفرصة دي هتزود الدخل بتاعكم، وهيبقى فيه امور. بس دايما اقول لكم خليكم كاتمين وما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم، حتى لو كان اي حاجة،
ليه؟ علشان خاطر انتوا لما بتتكلموا ما بت... حاجة ما بتكملش، فحاولوا ان انتوا تداروا. اول ما هتداروا بإذن الله كل حاجة هتكمل على خير. في شخص، الشخص ده مناسب جدا في الطريق اليكم، هيقف معاكم برضو في حاجات كتيرة جدا، وهيستحمل برضو منكم ردة فعل غريبة. انتوا في اختبار، والاختبار ده هيخليكم تمروا بسلامة، بس حاولوا تطفوا الزعل اللي جواكم اللي عامل لكم خنقة وضيقة من غير اي سبب. مين الست القصيرة اللي كلها سم، اللي بتحاول دايما تطعن فيكم من ورا ظهركم، ودايما مدياكم يعني ايه، انتوا مدينها الايمان وهي مبينة ان هي بتحبكم. البعض منكم تعبان شوية، البعض منكم حاسس ان الطاقة بتاعته خلصت ومعندوش اي تجديد في اي طاقة، عايزين اي مخرج يطلعكم من اللي انتوا فيه. اقدر اقول ان ربنا حاسس بيكم ومعلم قد ايه انتوا عمالين تعفروا وتيجوا على نفسكم وتعملوا حاجات مختلفة عشان توصلوا للهدف، بس انتوا عندكم حسن ظن بالله، وده بيديكم اصلا تفاؤل في حد ذاته. فزي ما قلت، في حاجة حلوة قوي انتوا كنتوا مستنيينها بفارغ الصبر هتحصل لكم قريب، والحاجة الحلوة دي هتخرجكم من الزعل اللي جواكم وهتخليكم تنسوا الألم اللي انتوا عايشين فيه. فعشان كده اقول لكم سيبوها على الله زي ما انتوا سايبينها، علشان بإذن الله في تقدم حلو. واقدر اقول كمان ان البعض منكم عنده هياخد اولاد لحضنه، انتوا عندكم هنا اولاد هتاخدوهم في حضنكم، وان شاء الله بإذن الله هيبقى فيه لم شمل حلو. طيب قولولي ان انتوا اليومين دول حاسين بصداع، حاسين ان في طاقة مأثرة عليكم رغم ان عندكم انفراجات. كمان انتوا هنا في نجاح في مشروع هيغير مجرى حياتكم بشكل كبير جدا. في سر سعادة ليكم، سر السعادة ده ان انتوا لازم تقربوا من ربنا، علشان ممكن باب السماء في يوم يكون مفتوح. باب السماء لما هيكون مفتوح هيقبل ربنا منك دعائك، هيخلي حياتك تتقلب 180 درجة. انت متخيل يعني ايه حياتك تتقلب 180 درجة؟ يعني هيكون عندك فخر بنفسك. في حد عايز يسألكم سؤال، او عايز يعني يفتح معاكم موضوع، عايز يعمل اكتر من حاجة، عايز يتكلم معاكم بس خايف من ردة فعلكم، عايز ان هو يواجهكم بحاجة بس مش متأكد منها. الله اعلم. العصبية بتاعتكم واضحة جدا عليكم الفترة دي، انتوا عندكم عصبية بشكل كبير جدا، او بالكم مشغول دايما تفكير، محتاجين وقت كافي للنوم، محتاجين وقت كافي ان انتوا تدوا صحتكم الوقت ده. التعب بيظهر تحت عيونكم، التعب بيطلع على عصبيتكم، وده واضح جدا في قلة النوم وقلة الراحة والتفكير ال 24 ساعة. كمان انتوا هنا في عين كبيرة، والعين دي مأثرة على الأولاد بتاعتكم، عشان كده من وقت للتاني بتحسوا انه في مشاكل مع الأولاد على طول، رغم ان قلبك وإحساس قلبكم وإحساسكم دايما بيكتشف لكم اللي قدامكم بشكل كبير، بيكتشف لكم الناس اللي عاملة بريئة والناس اللي عاملة بتحبكم وعاملة ان هي عايزة لكم الخير. انتوا بتكتشفوا، مميزين جدا في كشف الناس، انتوا جدا بتفهموهم بس من نظرة، او بتعرفوهم من قعدة، من بصة كده، عارفين ايه يعني ايه اللي دمر حياتكم واذاكم نفسيا، ان انتوا فضلتوا ناس على نفسكم وقربتوهم منكم بشكل كبير جدا. ده كانت غلطة منكم، بس هي مش غلطة، يعني انتوا بتقولوا عليها غلطة بس هي مش غلطة، ده نصيب، او بمعنى اصح ده القدر، ده اللي خلاكم تتعلموا ان انتوا ما ينفعش تقدروا ناس على حياتكم، ما ينفعش ان انتوا تحبوا حد زيادة عن اللزوم، لازم كل حاجة توازنوها. وعشان كده الفترة دي انتوا طول الوقت بتفكروا ان انتوا تبعدوا عن ناس كتيرة جدا، يعني انتوا ممكن تبعدوا حتى من غير ما تقولوا. اغلبكم تليفونه صامت، اغلبكم مش عايز يتكلم، اغلبكم ساكت وما عندوش اي دفعه لقدام، رغم ان ده اكبر غلط انتوا بتعملوه حتى في حق نفسكم. انتوا لازم في قدر المستطاع تطلعوا من اي طاقه سلبيه، ولازم ترجعوا نفسكم زي ما كنتوا. ليه؟ علشان انتوا فعلا ما تستاهلوش الطاقه دي.
البعض منكم مستني مال بقدر المستطاع، وعلشان كده هيكون في مال مفتوح الفترة اللي جاية، وهيحول هيزود الدخل بتاعكم بشكل كبير. انتوا هتمروا الفترة دي بسلامة جدا، هتمروا بفرح، في حد هيرفع عليكم سماعة التليفون وهيتصل بيكم وهيعزمكم على عزومة، هيعزمكم على فرح، بس هو هيكون فرح، والفرح ده هيكون خير لكم. في حد، او يعني في حد عندكم، الحد ده عقبة قدامكم، ماسك فيكم، مخليكم مش عارفين تتعاملوا ازاي. في خلال يومين او اسبوعين ان شاء الله هيتفتح قدامكم باب، الباب ده هيحمل ليكم، هيكون يعني من ورا الباب ده اخبار سارة ونجاح حلو. الباب ده هيكون طاقة جديدة ليكم، شايل لكم خبر مفرح، في تغيير إيجابي هيحصل لشخصيتكم انتوا المهنية، الحظ هيلعب دور كبير في حياتكم، اوعوا تضيعوا الفرصة دي ولا تضيعوه من قدامكم، استغلوا قدراتكم بقدر المستطاع لتحقيق الحلم اللي طال انتظاره، او لتحقيق الهدف اللي انتوا حاطينه في بالكم اللي انتوا مستنيينه. انتوا ناويين تغيروا حاجات في شخصيتكم، ناويين تغيروا حاجات ليكم انتوا، ثقتكم بنفسكم بتزيد، هتعملوا حاجات مستجدة ليكم، البعض منكم عنده طاقة معينة، البعض منكم مستني حاجات معينة، في انتم ممكن تكونوا مستنيين رسالة، ممكن تكونوا مستنيين مكالمة، في طاقة جديدة انتوا هتدخلوا فيها الفترة دي، وهيكون في امور. ليه الدموع دايما في عيونكم؟ زعلانين على ايه؟ ما ممكن اللي جاي يكون احسن ويعوضكم عن اللي فات، هتفضلوا لحد امتى زعلانين على اللي انتوا فيه؟ كمان انتوا هنا يعني ممكن تكونوا ماسكين مبلغ من المال، او مستنيين المبلغ اللي عايزين تشتروا بيه الحاجة اللي ممكن تدخل لكم السعادة. في حاجة انتوا عايزين تعملوها الفترة دي، الحاجة دي لو عملتوها فعلا هيكون في سعادة على قلبكم، او في امور مستجدة ليكم. طيب قراراتكم فيها سرعة في الانفصال، في عودة بشكل كبير جدا، لان انتوا في فتح اسمه عندكم مع الشريك او مع الشخص المناسب ليكم، في لقاء حلو عاطفي او قعدة حلوة عاطفية، هتبقى قعدة جميلة بإذن الله، والمشكلة اللي عندكم هتتحل بأكبر من الشكل، يعني انتوا ممكن يكون عندكم اكتر من حاجة هتحسنوها بإذن الله بفضل ربنا، بس خليكم دايما متألقين، خليكم دايما واثقين من خطواتكم، لان انتوا النجاح مفتوح قدامكم والطاقة الايجابية مفتوحة قدامكم، وهيكون عندكم خير طال انتظاره، بس لازم تاخدوا خطوة لقدام، لازم تاخدوا دفعة لقدام، ما تخلوش اي حد يتحكم فيكم اذيكم. ليه؟ علشان العراقيل، وعلشان خاطر الطاقات اللي ضغطاكم نفسيا وجسديا مع الناس اللي في حياتكم، او مع الناس اللي دايما بتديكم طاقة سلبية على جميع الأسرط بتاعتكم. في حيرة وقلق باين عليكم قوي، او بيزيد عليكم الفترة دي، لان انتوا مش لاقيين حل، او مش لاقيين حاجة تعرفوا تحلوا بيها الموضوع ده، والقلق والتوتر اللي عندكم ده مؤدي ليكم من العصبية، ومؤدي ليكم ان انتوا تقطعوا علاقتكم باي حد. في امور هترجع لمجاريها تاني من بعد نهاية علاقة، او نهاية شراكة، او نهاية شغل، في احداث جديدة الفترة دي. كمان البعض منكم مطعون طعنة، الطعنة دي كانت من الشريك او من اهل بيتكم، اهل البيت اللي كنتوا بتقولوا عليهم حبايب، اللي هو ام اب اخت اهل البيت. انتوا الفترة دي عندكم وسواس، والوسواس ده عالي قوي في حياتكم بشكل كبير جدا، عالي جدا جدا، ومخليكم حيرانين وخايفين جدا من بعض الامور اللي عندكم. فطول ما اعصابكم هادية، طول ما انتوا هتخرجوا من الامور دي، في حد عندكم يعني الحد ده بيحارب، او الحد ده في صراع ومفيش اي استكمال عنده، يعني في حد عندكم تعبان، تعبان قوي، بيعاني من حاجات كتيرة جدا، اذا كانت حياة عاطفية، بيعيش ايام مش عاجباه خالص، اموره متلخبطة،
في طاقات خلصت عنده، أمور من الألم على حياته، الله أعلم. لكن فعلا الحد ده بيتألم قوي، وانتوا عارفينه وعايزين تساعدوه، بس مش في ايدكم حاجة، لأن هو يعني انتوا حذرتوه من الطريق اللي هو بيمشي فيه، قلت له ده غلط، ده ما ينفعش، ما تعملوش كده، وما سمعش كلامكم. يعني هو ما سمعش الكلام، فانتوا مش عارفين بقى تعملوا له ايه. اغلبكم بيمر بضيق اليومين دول، اغلبكم بيمر بخنقه وعدم استقرار وكركبه مع الشريك، عاملين زي الموجه يمين وشمال، لخبطه وحيره. طيب انتوا بتقولوا ان الحظ بتاعكم مش جاي معاكم، او الحظ بتاعكم مش موفق معاكم للاستقرار اللي عندكم، وانتوا حاليا مش مجبرين ان انتوا تكونوا في مكان مش عاجبكم، او مش مجبرين ان انتوا تكونوا في ارض او في اوضاع او زي ما يكون اللي انتوا فيه في حاجه مش عاجباكم. لازم تبعدوا عن اي امور متلخبطه معاكم، اي طاقه مقصره، اي كلام وجعكم، اي امور مختلفه معاكم، اي وضع بتاعكم ما فيهوش تحسن، امشوا او ابعدوا، لان انتوا بتتاثروا جدا بالناس اللي حواليكم، والتاثير ده بيأثر عليكم قوي. بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم، هنا انتوا الفتره دي متجاهلين ناس كتيره جدا في حياتكم. التجاهل اللي عندكم ده يعني بتتجاهلوا، وفي شخصيات انتوا بتطنشوها، لكن انتوا دايما مظلومين في الحب، الحب عندكم مظلومين فيه بطريقه رهيبه. طيب البعض منكم هنا يعني ندمان انه كان بيتعامل بتلقائيه او بيتعامل بطيبه، لان انتوا دايما بتدفعوا ثمن نيتكم البيضة، دايما كنتوا بتدفعوا ثمن كل حاجه فيها، انتوا كنتوا واضحين. اكبر غلط ان انتوا طول الوقت تفضلوا تدوا، تفضلوا مع الناس اللي حواليكم، تفضلوا تعفروا، تفضلوا تجاهدوا، تفضلوا مع الناس اللي هي بأمر كبير عمالة تأذي فيكم، ده أكبر غلط أنتوا بتعملوه. فيا ريت يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، ودايما طول ما أنتوا بتخلوا بالكم من نفسكم، طول ما أنتوا هيكون في استقرار وعدم طاقات سلبية مأثرة عليكم. في هنا بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طرف تاني هيخرج، والطرف التاني ده هيكون لكم أنتوا علاقة بيه. العلاقة دي كانت يعني مش ارتباط، بس كان ارتباط في العيلة، ارتباط في حياتكم انتوا، مش ارتباط في الناحية العاطفية، او ليكم علاقة بيه. اتخزلتوا منه، اتخنتوا منه، اتصدمتوا صدمة كبيرة جدا من الشخص ده، وما توقعتوش ان هو يعمل فيكم كده، او بمعنى اصح ما توقعتوش ان الشخص ان انتوا تكون نهايتكم مع الشخص ده كده، وعشان كده قررتوا البعد والانفصال عنه. وبكده نكون خلصنا القراءة بتاعة مجموعة رقم 2. يا رب قراءتكم تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. انتظروا مني كل جديد على قناتنا ان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية. تحياتي لكم.